تعرف انك ممكن تقدر ترجع الكلى بتاعتك لو اتدمرت وباظت وانت قاعد في البيت؟ تعرف كمان ان الكلى بتاعتك لو لا قدر الله مع المستقبل هتبوظ لو عملت اللي هقولك عليه ده، هتبقى قويه جدا ومش هيحصل لها حاجه. احسن كمان من غسيل المستشفيات وغسيل رباني ملوش حل. تعرف كمان ان هو ربنا سبحانه وتعالى باعت هديتين بس تقدر بيهم ترجع الكلى بتاعتك 180 درجه. ايه ابو حميد الموضوع ده بقى؟ تعالى اقول لك ان هما حاجتين. اول وصفه هجيب مر بطارخ، مر بطارخ معلقه صغيره جدا منه مع البندكر، هتحطهم في كوبايه ميه وهتقلبهم وهتسيبهم من بالليل للصبح. المنقوع بتاعهم هتحليه معلقه عسل صغيره وتشربه كل يوم المشروب دوت، اتفرج على الكلى هتبقى عامل ازاي. تاني حاجه هتجيب معلقه شعير وهتجيب حزمه بقدونس، هتغليهم مع بعض غاليه بسيطه وهتشرب الميه بتاعتهم كل ساعتين، بارده ولا سخنه مش هيفرق، بس خليها تبرد شويه وشيل البقدونس من الموضوع وشيل الشعير من الموضوع واشرب الميه بتاعتها. احب اقول لك 5 ايام 10 ايام هتلاقي الكلى بتاعتك سبحان الله لو متدمره رجعت احسن من الاول. انا ما بجيبش كلام من عندي، الكلام ده كله موجود طبا وعلميا، لكن احنا اللي مش بندور عليه ومش بنشوفه، عشان كده انا موجود معاك هنا عشان اوصل لك المعلومه. ما تنساش بقى تعمل فولو ولايك واكسبلور وتعمل شير للفيديو كله عشان كده يستفيد. انا كده خلصت، بس عاوز اخد رايك في حاجه. هعمل ان شاء الله سلسله اسمها سلسله فوائد، يعني بمعنى اصح كل يوم هنزل لك فيديو عن اكله معينه او مشروب او عشب معين، حاجه زي كده هتفرق معاك جدا في الفوائد بتاعته. بس سيب لي رايك في الكومنتات وقول لي ابدا فيها ولا ما ابداش فيها. انا كده خلصت، مع السلامه.